اليوم غادي نتكلموا معاك ومعكم مستمعاتنا على زريعه الكتان. نافع، حبه حلاوه، الزنجلان، الحبه السوداء، واللي كتخلط مع الشانوج، حبه رشاد، وحتى انواع اخرى. هاد المنافع ديال الزريعه عموما علاش كتستعمل في العلاج وفي التداوي عندكم انتم الاختصاصيين بالتداوي بالاعشاب؟ نعم. شنو هي المنافع الاكبر المنافع ديالها؟ فكل زريعه كتكون عندها واحد المنافع خاصه بها. مثلا الى خدينا مثلا النافع، فهو كيساعد الجهاز الهضمي، كذلك كيعاون الا كان عندنا الدقه ديال القلب ما منتظمينش او المشاكل ديال القلب، ولكن خصها تخاد بواحد الطريقه بواحد الحضار. كذلك الزنجلان اللي هضرت عليه مؤخرا اخر الاكتشافات انه غني بالكالسيوم وغني بالفيتامين دي. واش كيدير هذا الزنجلان؟ ان اي بلاصه كيكون فيها الكالسيوم والفيتامين دي في التاس ديالنا كيجمعها وكيديها للعظام ديالنا وكيتبتها تما، وبالتالي ما كيبقاش عندنا هذا المشكل هذا ديال العظام، الهشاشه ديال العظام. كذلك الى هضرنا على زريعه الكتان، وزريعه الكتان اللي ولات كتستعمل بواحد الطريقه كبيره في بلادنا، ولكن تقريبا واحد 60% كتستعمل بطريقه عشوائيه، لان زريعه الكتان كنستعملوها فقط للمشاكل ديال الجهاز التنفسي فقط او المشاكل ديال القبض، ولكن الاستعمال ديالها ما كيفوتش واحد المده ديال 7 ايام واقصى حد مده ديال 10 ايام. هذه اولا من جهه. ثانيا الى خدينا زريعه الكتان، فزريعه الكتان شنو فيها؟ فيها واحد الالياف سكريه. شنو هي الالياف باش نقربوا الاخوات كاملين اللي كيسمعوا لينا؟ الالياف هي نوع ديال البونج. اذا هذا البونج اللي ما كنشوفوش حنا بالعين ديالنا ولكن كيبان بالمجهر، هذا البونج هذا شنو هما الفوائد ديالو؟ هذا البونج كيساعد انه مثلا كيجمع لنا الفضلات اللي كتكون عندنا في الداس ديالنا، وكذلك هذا البونج كيساعد انه كيعاون حتى البكتيريا باش ما كتبقاش. هادشي اش كنستعملوه للمشكل ديال القبض، وكنستعملوه للمشكل ديال الجهاز التنفسي. ولكن هاد الالياف اللي هي عباره على واحد السكريات معقده زائد واحد البروتينات اللي كتكون عندنا في زريعه الكتان زائد واحد الماده اللي كتسمى الاوميغا 3 و6 و9، فهادو كلهم ملي كيتجمعوا وكنعطيهم واحد درجه الحراره مرتفعه اش كيوقع؟ كيتعلقوا بيناتهم، اذا شي كيلصق في شي وكيتعلقوا، ومن بعد كيعطيونا واحد الماده سامه. هاد الماده هادي شنو كيمكن تدير لينا؟ كيمكن ليها تسبب لينا السرطان، وخاصه السرطان ديال الكبد، اذا خصنا نردوا ليها البال. كذلك الزريعه ديال الكتان، الناس اللي كيكون عندهم مشاكل ديال القلب والشرايين ما خصهمش ياخذوها نهائيا، وكذلك الناس اللي كيعانيوا من الامراض المزمنه بحال السكر مثلا، بحال الامراض ديال الضغط، وكذلك بعض الامراض ديال القلب ما خصهمش يستعملوا زريعه الكتان. علاش؟ لانها الا خديناها مع الادويه اللي كتعطى فكيمكن تسبب لنا واحد التفاعل بيناتهم، ويمكن لا تعطينا واحد التسمم ولا قدر الله تؤدي الوفاه. كما ان زريعه الكتان ما كنعطيوهاش لوليداتنا اللي قل من 8 سنين، وركزوا مزيان على هذه المساله. علاش؟ لان الجهاز المناعي ديالهم مازال ما تكونش، لان الكبده ديالهم مازال ما تكوناتش ومازال ما تطوراتش ووصلت لذاك الحجم ديالها الطبيعي، وكذلك يقدر يسبب لهم مشاكل على المستوى ديال الكلي ديالهم. وكاينه واحد العاده سيئه، ان كاين بعض الناس اللي كيكونوا يلاه داروا واحد العمليه جراحيه يعني فتحوا، او مثلا الناس اللي كيكونوا كيعانيوا من داء السرطان كيكونوا يلاه داروا دوك الحصص ديالهم، وكيجيو بعض الافراد ديال عائلتهم وكيعطيهم زريعه الكتان. فهذه المساله غالطه بزاف ومغلوطه. علاش؟ لان زريعه الكتان كتسبب لنا في تكبد الدم، فهذه المساله هذه ردوا لها كذلك. اذا المعلومه اللي نعقلوا عليها ماشي معلومه، جوج المعلومات، زريعه الكتان كتستعمل فقط في حاله الى كان السيد او السيده عندها امراض تنفس، الجهاز التنفسي. نعم. ماشي عند الدراري الصغار. لا، ماشي قل من 8 سنين ما نعطيوها لهمش. ثانيا زريعه الكتان واش كتتعرض لدرجات الحراره؟ مثلا هي السيده غتصوب قريصات ولا غتصوب نعم الزميطه او القراشل او واش او الخبز، لانه هناك انواع ديال الخبز اللي اليوم كدار بانواع ديال الزرارع. بزاف ديال السيدات ولاو كيستعملوا زريعه الكتان، واش زريعه الكتان خصها تعجن وتطيب في الفران او لا؟ فانا كنقول لكم فاخوكم عماد، الى نعطيكم واحد النصيحه، حاولوا تجنبوها كاع نهائيا، ما تستعملوهاش. كاينين انواع اخرى ديال الزريعه اللي يمكننا نديروها في الخبز ديالنا ونديروها في الحياه اليوميه، ونتجنبوا زريعه الكتان. واش طيب او لا؟ لا ما نطيبوهاش، بالفعل ما خصهاش طيب نهائيا، لان الا طيبوها فهنا ما نبقاوش كنستافدوا منها، وغادي نرجعوا للمشكل اللي هضرنا عليه.
هذا الكلام اللي كتقول لنا دكتور عماد سبق لك قلتي، ولكن بعض المرات العادات باش نغيروها كتصعب علينا هذه المساله. السيدات يقول لك سنين هذه هما كيستعملوا زريعه الكتان وكيطيبوها وكيحمروها وكيديروها في الخبز وكطيب في درجات حراره مرتفعه وما طرا والو الحمد لله. نعم، فدائما كنقول ان الماده الطبيعيه او العلاج الطبيعي هو اللي مع المدة ما يمكنش يسبب لنا مشاكل، لأنه يقدر يكون سبب لهم مشاكل وما يعرفوش بأن راه ديك زريعة الكتان اللي كانوا كيستهلكوها ولا كياكلوها. فنقولوا مثلا تشهينا ديك زريعة الكتان، نخليو داك الخبز يطيب نص طيبة وعاد ندردرو فوق منه هذيك زريعة الكتان، ما نفوتوش واحد معلقة صغيرة في كل خبزة، يعني الخبزة ديال الدار كبيرة معلقة صغيرة نديروها فيها، وإلا بغينا ناخذ داك الخبز ناكلوه واحد المرة في السيمانة فقط ولا غير، باش نحيدوا هذيك الشهوة ديال زريعة الكتان وصف. كتقول لك دكتور عماد واش حبة حلاوة هي المرة واش كتستعمل للتجميل؟ فحبة حلاوة هو نوع من النافع يسمى بالفرنسية رانيس فيغ ديسبان، أنه بحال كيشبه النافع غير هو كيكون خضر. معلوم أنها كتستعمل للتجميل، وكذلك حتى الزيت ديالها جد مفيدة للمشاكل ديال الشعر والمشاكل ديال البشرة. يمكننا ناخذ غير الزيت ديالها هي بوحدها مثلا وندهنوا على البشرة ديالنا، نخليه واحد المدة ديال ساعة ونمسحوها، ولا نشقوا بها الشعر ديالنا مدة ديال ساعة ونغسلوها وندوموا عليها واحد جوج المرات في الأسبوع مدة ديال 3 شهور، فهي كتعطي فائدة. ناخذوا الزيت ديال حبة حلاوة، إلا بغينا نستعملوا غير حبة حلاوة هي، فكيمكننا ناخذ واحد المعلقة كبيرة ديالها كنطحنوها كنديروها في واحد الكاس صغير ديال زيت الزيتون، كنخليه يدفى في حمام مريم ونخليه واحد المده ديال 3 ديال السوايع، نصفيو داك الزيت وهذا الزيت كنديروا به نفس العمليه اللي هضرنا عليها. كتقول لك كيفاش نستافدوا من زريحه الكتان بالنسبه للجهاز التنفسي، يعني المقدار اللي تاخذ؟ الله يجازيك بخير، هي كتاخذ معلقه كبيره مطحونه كل صباح. واش تشجعها تكمل ولا خصها تغير؟ فتغير، لان غدير معلقه صغيره ديال زريعه الكتان مطحونه، وكنطحنوا غير القياس اللي بغينا، لان الا طحنا زريعه الكتان وخليناها الفائده ديالها كتمشي. اذا كناخذوا معلقه صغيره مطحونه ديك الساعه كنخلطوها مع معلقه كبيره ديال العسل الحر وكنقسموها على جوج، كناكلوها في الصباح وفي الليل وكنداوموا عليها واحد المده ديال 15 يوم. اخت حنان الحنينه كتقول لك بغات شي عشبه او زريعه اللي تكون كتصلاح لي كيست، راها هذا النهار الوحيد اللي تقدر تواصل فيه معنا. نعم، واش الاعشاب كيصلحوا لهذا الشيء او حنا كنتكلموا على الزريعه اليوم؟ نعم، فما كاينش زريعه اللي كتعالج هذه المشاكل ديال الكيست، فضروري تشوف الاختصاصي وتعرف المشكل ديال الكيست فين كاين، لان كانوا كيستعملوا مثلا حب رشاد، وحب رشاد هضرنا عليه انه من بعد غادي نهضر عليه انه من الزريعات اللي خصنا نتفاداهم في بعض الامور. كريم عندي واحد السؤال. مرحبا. الجلان عندي الوليد عنده عامين وسبع شهور، كندير له مع العسل واللوز والزريعه. نعم، شحال كتعطي ديال الزنجلان؟ صراحة ما كنديرش القياس، هي كندير تقريبا شي كاس كنطحنو له في مولينيكس ونعطيه ونخلطو مع العسل واللوز والكرياح. نعم، شحال كتعطيه كل نهار؟ غير شحال من شحال؟ معلقة صغيرة، معلقة صغيرة. واخا، إذا الوليد غتاخذي ليه معلقة كبيرة ديال الزنجلان. معلقة كبيرة. أييه معلقة كبيرة. ومعلقة كبيرة ديال اللوز. معلقة كبيرة ديال الكركاع. وتخلطيهم في كاس صغير ديال العسل الحر. اذا غادي تطحنيهم كاملين، ولكن غتولي كتعطيه الراس ديال المعلقه، يعني النص ديال المعلقه صغيره بعد الفطور، ولكن نهار ايه ونهار لا. علاش كتعطي هذا الخليط يا ام انس الابن ديالك؟ كان في صقر الدم. اييه ما كياكلش بزاف، يعني تما كلته قليله غير كنحاول نساعد به بهذ المكونات وصافي. شحال هادي الوقت باش بديتي كتعطي هذا الخليط؟ تقريبا عامين. هذا هو بدا فقر الدم كان عنده عام. نعم. ملي كان مازال صغير وحسيتي بالفرق؟ حسيتي بانه تحسنت صحيحه؟ شويه صراحه شويه من الاول الحمد لله. دكتور عماد واش كتشجع الامهات اللي بحال ام انس عندهم وليدات صغار؟ نعم. وعندهم فقر الدم، واش مزيان هذا الخليط؟ مزيان هذا الخليط. كنتي تكلمتي على الزنجلان منافع ورائعه، لانه قلتي واحد المصدر غني بالكالسيوم. نعم، الكالسيوم والفيتامين تي. منين درنا ذاك البرنامج وانا انا شخصيا كنحاول يوميا ناكل الزنجلان. نعم، فغير اللي بغيت نقول ان الا كان ذاك فقر الدم حاد فضروري كنعاونوا بالادويه. نعم. لان الا خدينا غير هذه الخلطه بوحدها ما غاديش تساعد، ولكن مع الدواء اللي كيعطينا الطبيب يمكننا ناخذوا هذه الخلطه هذه ونعطيوها لوليداتنا، نعطيهم غير نص معلقه صغيره قلنا نهار ايه ونهار لا، وما فيهاش المضره ان شاء الله. والله اخويا بغيت نسولك عفا اخويا، انا كنشرب معلقه صغيره ديال زريعه الكتان في كاس الماء تنقص من الوزن، صحيحه ولا خاطئه؟ كتشربيها باش تنقصي من الوزن؟ اختي قالت لي واحد ولكن شربتها سيمانه وصافي. أيه؟ من اخويا بديت كنتصنت الراديو وليت خايفه في حاجه، وانا كنعيط وانا كنشد ليا في الخط. وانا
انا كنشكرك وكنقول لك مرحبا بك. وسؤالك مهم بزاف، زريعه الكتان اللي كيستعملوها السيدات باش ينقصوا من الوزن، واش الاستعمال صحيح او لا؟ غادي نواصلوا معكم باش نقولوا لكم شنو هي بالضبط المعلومه الصحيحه. مواصلين معكم مستمعتنا، انواع الزريعه علاش كتستعمل في الطبخ، في طياب لتحضير شهيوات رمضان، واش كتستعملوها بطريقه صحيحه؟ ماذا بينا نستافدوا ونفيدوا؟ كذلك انواع الزريعه كيفاش كتستعملوها لتحضير ماسكات، لتحضير وصفات لجمال المراه. زريعه الكتان بزاف ديال السيدات اللي كيستعملوها باش ينقصوا الوزن. نعم. واش كتصلح زريعه الكتان لحرق الدهون؟ فهذه واحد الضجه اللي كانت مؤخرا على زريعه الكتان. وزريعه الكتان علاش كتستعمل لحرق الدهون؟ لان حتى في اوروبا كانوا كيستعملوها. لان هضرنا على واحد الالياف. زريعه الكتان اللي هي بالفرنسيه لولا. لولا. نعم. ف هاد الالياف السكريه اللي فيها اللي هضرنا عليهم ملي كيكونوا عندنا في الجسم ديالنا اش كيخليو؟ كيخليو العضلات وكيخليو الجسم ديالنا كيولي كيخدم باش يتخلص منه، وهنا كتعطي واحد السعرات حراريه، وهنا الخلايا الدهنيه كيوليو كيتحرقوا بواحد الطريقه طبيعيه. ولكن فين كاين المشكل؟ المشكل هو ان هاد الالياف الا دخلوا لينا للدس ديالنا وبقاو فيها واحد المده كبيره، شنو كيديروا؟ كيمشيو لينا للكبده وكيبقاو جالسين فيها. ولا بقاو جالسين في الكبده فهما مع الوقت ما كتبقاش الكبده كتخدم بواحد الطريقه طبيعيه، وبالتالي كيولي عندنا فيها مشاكل. ومن هنا من الكبده كيولي عندنا كذلك مشاكل على المستوى ديال الكلاوي. وهنا حسب التقريرات فالمعلومات اللي كنعطيكم هي هذه المعلومه كانت في الوكاله الوطنيه لحمايه المواطن الروسيه اللي هي كتضاهي اللي هي وزاره الصحه ديالهم، انها منعت كليا استخدام زريعه الكتان لا في الطريقه المحروقه ولا في الطريقه العاديه. دائما على زريعه الكتان عندنا واحد السؤال اخر. عندي يعني الوالده ديالنا الا ضربنا البرد ولا ضرب خواتاتي البرد كديروا لنا هو والحليب، زريعه الكتان كطحنها كديرها لنا مع الحليب، كنصيدوا الحليب ونديروا فيه زريعه الكتان وكنشربوه. يعني واش هذا الشيء ما يعني وزين ولا ما زين؟ وعندي واحد السؤال عاوتاني، سمح لي على البشره، يعني هي البقع السوداء، وحنا في وردات يعني الحال السخون وهذا يعني كنتعرضوا للشمس. نعم يعني نعم فهمت كيما يعني نعم كما تكون فيها الزيوتين في الخضار وهذا. ان شاء الله ان شاء الله. اذا بالنسبه باش نكملوا على زريعه الكتان قبل ما ندوزوا الحب الرشاد لانه عندنا عليه سؤال وزريعات اخرى. مرحبا. اذا زريعه الكتان هذه الطريقه سليمه، قلنا معلقه صغيره نخلطوها في كاس ديال الحليب مفيد، اذا ما سخناش زريعه الكتان فهذه مزيانه، ولكن غير سيمانه ما نفوتوا السيمانه. وكما غادي نرجع عاوتاني زريعه الكتان كحرق الدهون فهي لا تستعمل لحرق الدهون لانها كتاثر لنا على الكبد. وهذا الشيء راه كانوا جاونا اتصالات كثيره ديال الاخوات، وخاصه الاخت اللي كان الابن ديالها كيستعمل زريعه الكتان وفي الاخر ولا عنده مشاكل في الكبد ولا عنده مشاكل في الجهاز العصبي ديالو. ف من الاحسن نتجنبوا هذه الوصفات. هذه كاينين وصفات اللي كنحرقوا بها الدهون امنه، راه دائما كنقولوها ودائما غادي نعاودها ودائما غنعطيكم وصفات جداد. وتجنبوا زريعه الكتان لانها فيها مضره، وهذه المساله هذه راه حتى اوروبا ما بقاوش كيستعملوها نهائيا، وتجنبوا الاستعمال ديال زريعه الكتان. اذا هذه هي المساله اللي بغينا نهضروا عليها اليوم. عندي لا تيغويد، عندي لا تيغويد وكنضربني البرد هاد اليامات وتقاسوا لي الشعريقات، ما بقيتش كنشم وما بقيتش كنذوق. نعم. لا تيغويد اش من نوع؟ اش من نوع ديال لا تيغويد؟ ايبيغ ولا ايبو؟ يعني لا تيغويد كتفرز الهرمونات كثيره ولا ما عندكش الهرمونات قلال؟ ما عرفتش نكذب عليك. دابا المشكل اللي عندي ذاك العروق، ما بقيتش كنشم وما بقيتش كنذوق. لا قول لي لا الزهره، واش هذا المشكل ديال لا تيغويد الغده الدرقيه متبعه عليه؟ متبعة كناخذ الدواء. وشنو نوع الخلل اللي عندك في الغده الدرقيه؟ ما فهمتش. عندي دي نوديل. دي نوديل ما منفوخش، العمق ديالك ما منفوخش. لا ما منفوخش. أيوة ما منفوخش. لا ما منفوخش. نعم نعم. دابا اللي عندي الدكتور الله يطول عمرك بون حب رشاد منوع عليا، قلت هذيك المره باش ما ناخذوش، كاع اللي عندهم الناس لا تيغويد. نعم. دابا المشكل حتى زريعه الكتان ما ناخذهاش. دابا المشكل اللي عندي دوك العريقات، تقاس لي دوك العريقات ديال ما كنشمش وما كنذوقش. نعم. الله يطول عمرك، واش ما كاينش حاجه نديرها نبخر نبوخ عليها ولا نشوف اش ندير؟ نعم. شكرا اختي على هذا السؤال. هذا السؤال
كيشطرح بزاف ديال المرات. والحمد لله انه كان فهمنا لا الزهرة عندها المعلومه واضحه، عندها مشكل الغده الدرقيه قالت لك لا اللي يحب الرشاد ولا لزريحة الكتان. نعم. برافو عليك لا الزهرة. نعم. واش عندك باش تفيدها في هذه الحاله ديالها؟ فهاد الحاله ديال انك تمشي حاسه الذوق وحاسه الشم، يا اما جراء اننا كنستعملوا مواد كيميائيه او كتكون مواد هرمونيه، فهنا النباتات ما كتساعد في حتى شي حاجه. هنا كيكون تدخل طبي، وكاين في بعض الحالات لان هادو شنو هما واحد المستقبلات اللي كيتحرقوا، يا اما كيتحرقوا دائما يا اما مع الوقت كيعاودوا يرجعوا، وهنا النباتات ما كتساعد في حتى شي حاجه لان هذه مساله عضويه. اذا ما عندها نهائيا حتى شي عشبه، دائما كنقول حتى شي مساعده. نعم، شنو خصها الطبيب والدواء؟ اكيد، لان دائما كنقول المساله العضويه، يعني التركيبه ديال الجسم، هنا النباتات ما كتستعمل في حتى شي حاجه الا بتدخل طبي. دكتور عماد انه عندها مشكل ديال حب الشباب، كانت كتاكل عليه الدواء. نعم. وقطعت الدواء وبقاو ليها المسام مفتوحين، كتقول لك واش في هذه الانواع الزريعه كاينه شي زيت من هذه الانواع الزريعه اللي غتصلح تشد ليها المسام، عندها البشره دهنيه. فتاخذ الزيت ديال النافع. زيت طبيعيه. الزيت الطبيعي ديال النافع، غتاخذ منها واحد المعلقه كبيره، تخلطها بواحد المعلقه صغيره ديال الطين الاخضر، وديروها ماسك مده ديال 40 دقيقه، يعني ساعه قل ثلث، ومن بعد تغسلو. العمليه ديرها ثلاثه المرات في الاسبوع. اذا نعاود، معلقه كبيره من الزيت الطبيعي ديال هاد الوصفه. نعم. صالحه لكل من عنده مسام مفتوحين. نعم. وبشره الوجه الدهنيه. الدهنيه، فغادي ناخذ فيها معلقه كبيره ديال الزيت الطبيعي ديال النافع، معلقه صغيره ديال الطين الاخضر، غنخلطوهم مزيان وغنوضعوهم ماسك على البشره ديالنا ساعه قل ثلث، ومن بعد نغسلوه. العمليه كنديروها ثلاثه المرات في الاسبوع، وكنداوموا عليها واحد المده ديال 3 شهور. عندنا هذا كان السؤال ديال الاخت هاجر، نتمنى انه تكوني حصلتي على الجواب ديالك واضح. عندنا سؤال ديال ام ريان اللي كتصبح علينا وكتقول لك دكتور عماد انها كدير نص كاس نتاع زريعة الكتان، كاس ديال الزنجلان محمر مطحون، وكتكب عليه جوج كيسان نتاع زيت العود، وكيبقى المده ديال يومين، وكتدهن به الشعر ديالها. هاد الوصفه واش صحيحه ومزيانه؟ ويلا لا كانت كديرها لشعرها ولبنتها حيت شعرها ناشف وحرش، واش تكملها او لا؟ وشكرا. ام ريان كنقول لها انا الوصفه ماشي مشكل نستعملها الشعر ديالنا، داوم عليها وما فيها حتى شي مضره. حتى البنيته ديالها. نعم. شحال مره تستعملها في الاسبوع؟ الا بغات تدهن البنيته كل مره، يعني كل ليله واحد شويه، غير ما تكثرش، تاخذ غير واحد القريصه صغيره في اليد ديالها ودهنها، ودهن لها الشعير ديالها كل ليله، ماشي مشكل، ما عندهاش شي مضره. هاد الزيوت اللي تكلمنا عليها واش تصلح ايضا لازاله اثار الحروق؟ عندنا الاخت اللي كتبات لي انها تحرقت في الرجل ديالها هادي عام، وبقات ليها البلاصه كحله، وبغات شي وصفه من عندك اللي تحيد لها هاد الكحوله، كتقول لك انه العرس ديالها قريب. نعم. وحنا كنقولوا لك الله يكمل بالخير طبعا مسبقا باش تنفعها دكتور عماد. يا رب. اذا غادي نقولوا لها تاخذ الزيت الطبيعي ديال النافع والزيت الطبيعي ديال الحبه السوداء، ماشي الشانوج، الحبه السوداء. اذا الزيت الطبيعي ديال الحبه السوداء والزيت الطبيعي ديال النافع، هذه لازاله البقع. الاثار البقع، ازاله ايضا الاثار ديال كل انواع الحريق. نعم. الحريق والسيكاتريس. فغادي هذه تصلح حتى لبشره الوجه؟ تصلح لبشره الوجه والجسم ماشي مشكل. غناخذوا فيها الزيت الطبيعي ديال النافع معلقه كبيره، ومعلقه كبيره من الزيت الطبيعي ديال الحبه السوداء، خلطوهم مزيان وكنديروا بهم واحد المساج مده ديال 10 ديال الدقائق، ونخليهم مده ديال 50 دقيقه هي ساعه في كل شيء، ومن بعد نمسحوهم بلا ما نغسلوهم، نداوموا عليهم يوميا مده ديال 3 شهور. نفس السؤال على تبييض البشره، عندنا سؤال من الاخت اللي كتقول لك انه حتى هي عندها هذه المشكله ديال الكحوله، مرضاتها وهي مقبله على الزواج، عندها الكحوله في بعض المناطق من الجسم، الابطين، العنق، والكحوله عندها غامقه بزاف نتيجه على الاهمال في الصغر. الله يجازيكم بالخير، الى ما تفيدوني واش هذا الزيت صلح لها، واش هذه الخلطه مزيانه؟ تصلح لها غير تزيد فيها واحد المعلقه كبيره ديال الزيت ديال الخرقوم البلدي. إذا الزيت الطبيعية ديال الخرقوم البلدي معلقة كبيرة. نعم. الزيت الطبيعية ديال النافع معلقة كبيرة. والزيت الطبيعية ديال الحبة السوداء ماشي الشانوج معلقة كبيرة. تخلطي هادشي كله وديري به ماسك، تبقاي تدهنيه شحال ديال الوقت دكتور عماد؟ تدهنو وتخلي دير مساج 10 ديال الدقائق، وتخليها 50 دقيقة هي ساعة، ومن بعد تمسحو.
وداوم عليه كل نهار مده ديال 3 شهور. وان شاء الله يعطيكم نتيجه. معنا الاخت السعديه هي عندها سؤال مهم. كنصور اختي على زريبه الاذان بغيت نديرها في السله. اييه. وما عرفتش واش نحمرها ولا نطحنها وما عرفتش بعدا واش كدير اصلا ولا لا. وانا كنشكرك على هذا السؤال ديال ايلان، لانه ايلان كيقولوا وهذه في الثقافه الشعبيه ديالنا بعدا كل نفيسه ومراه حامله كتاكل ايلان. نعم. لانه كيقوي العظام. ف ايلان من الكنوز اللي عندنا تبارك الله في هذه البلاد، خاصه المناطق الجنوبيه كتعرفوا بزاف وما كيخطاهاش. فانا اختي كنقول لك واخا تحمريه، يعني واخا تخلطيه يتحمر او كما استعملتيه ما عندوش مشكل. النصيحه وحده اللي غنصح كاع الاخوات اللي كيسمعوا لي اليوم، ان هو كيطلع التونسيون، اذا غير الناس اللي كيكون عندهم الضغط مرتفع يعني التونسيون طالع يتجنبوا ياخذوا الا لانه كيطلع التونسيون. وهذا الشيء الناس اللي ما عندهمش هذا المشكل هذا فياخذوه لانه فيه منافع كبيره، لا على العظام، لا على الصحه ديالنا، لا على الدوره الدمويه ديالنا كيحسنها. علاش انا صحاب طونسيون ما كياخذوش؟ لانه كيسرع الدوره الدمويه بواحد الطريقه طبيعيه، وما كاينش حتى شي مشكل في الاستعمال ديالو اختي. واخا الله يجزيك بخير. دكتور عفاك بالنسبه للاستعمال ديال هذا زريعه الكتان وكنديرها للوليدات في هذا الكتيبان هكا كندخلها لهم مع الزنجلان، واش ماشي ما عندها زعما شي ضرر؟ الوليدات شحال في عمرهم؟ 8 سنين 6 سنين. فديال 6 سنين ما يمكنش ياخذها، لان قلنا خصو يكون قل من الناس الوليدات اللي عندهم قل من 8 سنين ما كياخذوهاش. وزريعه الكتان قلنا حتى كطيب داك البتي باي طيب واحد شويه عاد من بعد دردريها من الفوق واحد المعلقه صغيره ياك. دونك الا كان البتي باي شحال تقريبا في اللاطه شحال كيكون فيها؟ شحال كتخرجي؟ واحد 20 حبه هكا. هو 20 حبه غادي تاخذي تقريبا واحد المعلقه كبيره وغادي تفرقيها عليهم صافي. دردريها واحد شويه كاع الا كنتي بغيتي ديري لهم زريعه الكتان ماشي مشكل. دردريها فوق داك البتي بان ولكن حتى يكون طاب نص طيبه باش يستافدوا منها، ولكن كذلك ما تضر لهم الصحه ديالهم. الحبه السوداء حبه رشاد، شنو هي احسن طريقه في العادات والتقاليد ديالنا؟ شنو اللي اليوم كتشجعنا نحافظوا عليه؟ نعم، فاذا خدينا غير النافع وحبه حلاوه والزنجلان، فالطريقه اللي كنستعملوها به فهي طريقه سليمه ماشي مشكل. واخا نقليوه واخا نطحنوه ماشي مشكل. غير هو اللي بغيت نقول انا على النافع وحبه حلاوه بالنسبه للاخوات اللي موحولات، يعني الاخوات اللي حاملات الله يفكهم على خير، يتفادوا لان يقدر يسبب لهم لا قدر الله الاجهاض. فهذه هي المعلومه اللي بغيت نقول، ان يعني النافع الا درناه مثلا في القراشل او في القرص. نعم. والسيده الموحولات شهات تاكل منهم فكيمكن ياثر عليها. ما تكثرش تاكل وحيده. ما تاكلش لان كيدير انقباض ديال الرحم. هذا النافع. النافع وحبه حلاوه، لان هذه الماده اللي فيهم هي عباره على واحد الزيت الطيار اللي كاين فيهم كيمكن يعطينا هذا المشكل هذا. علاش؟ لانه كيعطينا انقباض ديال العضلات، فهو مزيان بالنسبه للناس العاديين. علاش؟ لانه مقوي وكيشد العضلات ديالنا وكيقوي الدوره الدمويه. ولكن علاش المراه الحامل ما كيتستعملش عندها؟ لانه كيمكن يعطيها انقباض ديال عضلات الرحم وبالتالي يؤدي للاجهاض. مساله اخرى، ان الحبه السوداء مفيده ولكن الحبه السوداء مازال كنأكد ماشي الشانوش، لان الحبه السوداء او ما يسمى لانيغال حبه البركه فهي اللي فيها الفوائد كبيره، وهذه يمكننا حتى هي ندخلوها في الاكل ديالنا ونستعملوها ما كاينش مشكل. حب رشاد نتجنبوه نهائيا، لان حب رشاد خاصه السيدات اللي عندهم المشكل ديال الغده الدرقيه، وكذلك كيستعملوا حب رشاد في بعض الوصفات لعلاج بعض المشاكل ديال لي كيست، يعني دوك المشاكل اللي كيكون عندنا في يا اما على مستوى الثدي يا اما على مستوى الرحم، فنتجنبوه لانه عنده مخاطر كبيره، لان فيه ماده الكفيرسيتين. هذه الماده خطيره الى خديناها بواحد الطريقه عشوائيه، وخاصه الناس اللي عندهم مثلا الغده الدرقيه كتمشي لهم الغده الدرقيه وكتزيد تخربق لهم الاستعمال ديالها، فهنا لا قدر الله تمكن لها تؤدي للسرطان ديال الغده الدرقيه. الزميته كيف كيصوبوها النساء المغربيات بالعادات والتقاليد ديالنا وكيكون فيها خلطه من انواع الزريعه؟ نعم، فما كاينش مشكل، لان حتى الطريقه باش كتخدم والقيم باش كتخدم فهي قيم امنه، ما كاينش فيها مشكل. يمكننا ناخذوها، وديك الطريقه اللي كتستعمل الصحه صحيحه. غير هو مثلا الا كنا كنديروا فيها الكوزه، فغير شويه ديال الكوزه، ماشي كوزه وماشي جوج كوزات، لان جوج كوزات
كيقدروا يقتلوا انسان اللي كيكون بالغ. وهذا السؤال اللي كنت باغا نطرحه عليك، كيف وعدت الاخت حكيمه اللي عطاتنا طريقه رائعه ديال تحضير الشباكيه، نعم، واللي استعملت فيها الكوزه، جوج ديال الكوزات. نعم، بزاف بزاف. فاولا الا ما ضراتهمش فغادي تضرهم في الراس ديالهم، غادي تدوخ لهم الراس ديالهم، فنجنبوا الكوزه. الكوزه نحكوا غير واحد شويه، وحده حبات ديال الكوزه كامله راها بزاف كنحكوا غير شويه، لان الا كانت بزاف كيمكن لا تعطينا واحد التسمم على مستوى الجهاز العصبي ديالنا، وخاصه وليداتنا كيموتوا على الشهوات ديال رمضان، فنحاولوا نتجنبوها بهذه القيمه اللي كبيره. بالنسبه لحبه الرشاد تكلمنا عليها، الحبه السوداء، الزنجلان، حبه حلاوه النافع، زريعه الكتان، زريعه الكحله. زريعه الكحله، اذا هذه اللي بغيت ناكد عليها، ان الزريعه ديال نوار الشمس، زريعه الكحله، نحاولوا ندخلوها في الاكل ديالنا، وخاصه في الخبز، خاصه في بتي بان، في بزاف ديال الامور، لان عندها فوائد كبيره. بالقشور ولا بلا قشور؟ لا، نحيدوا لها القشور ديالها، واخا نطيبوها ماشي مشكل، واخا نطحنوها ماشي مشكل، لانها غنيه بماده او غنيه بالفيتامين اف، الفيتامين فات فيتامين، يعني فيها دهنيات مفيده للصحه ديالنا. اذا شنو كدير؟ كتيدم لينا العروقه باش كيبقى ديما الدم كيجري بواحد الطريقه طبيعيه، وكترجع لها المرونه ديالها، وكذلك كتعتبر مضاده للالتهاب من الدرجه الاولى بماده الجلوتاتوين اللي فيها. عندنا السيده اللي كتسولك، فاطمه من مكناس، واش نبق مزيان لمرضى السكري بغات ديروا في سلول الزوج ديالها عوض السكر؟ فنبق نديروه بواحد، نتفاداو يعني ناخذوه بكميه كبيره، النبك كناخذوا معلقه صغيره في اليوم بالنسبه للناس اللي عندهم السكري، وما كنفوتوش 15 يوم في الاستعمال ديالو باش ما كنضروهمش، مع العلم انهم ياخذوه مع الادويه ديالهم. غير هو النصيحه اللي كنصح كاع المرضى ديال داء السكري، وكاع المرضى اللي كيعانيو من امراض مزمنه، ما تخلطوش الاعشاب بالادويه، لان يا اما غتبطل المفعول ديالها، يا اما غادي تطلع المفعول ديالها في جوج في ثلاثه ديال المرات، وتقدر تضر بالصحه ديالكم. كتسولك الاخت، كتسولك الورد الاحمر، واش زريعه الكتان كطليق البومزوي؟ زريعه الكتان ما عندها حتى شي علاقه بالبومزوي، لان ما فيهاش مواد اللي كتحبس الالم. نزهه كتسولك، واش زريعه الكتان مزيانه لمرضى السكري والمرضى فقر الدم؟ فزريعه الكتان كتستعمل الجهاز التنفسي، وكتستعمل الانسان اللي عنده مشكل ديال القبض، فهنا ما كتصلح لا للسكري ولا لاي مرض اخر. طيب، عندنا سؤال ديال اسيا، وغادي يكون اخر سؤال. السلام عليكم، الابنه ديالها عندها حمين وثلاث شهور، نعم، وعندها طيف توحد، كتعطيها حبه البركه، سبعه الحبات مع معلقه صغيره ديال العسل، ليمون، واش يفيدها؟ واش كاين شي وصفه تعاون بنتي؟ الله يسر اموركم في دوني. نعم، البنيه شحال في العمر ديالها؟ عامين وثلاث شهور. عامين وثلاث شهور، فانا اختي كنقول لك ان عامين وثلاث شهور باقا، يعني النباتات باقى المواد الطبيعيه شويه صعيبه عليها، فخاصها تدير 6 سنين الفوق، وخاصه هاد حبه البركه. المساعده انها تاخذ العسل الحور فقط، تداوم عليه، تعطيها نص معلقه صغيره في الصباح ونص معلقه صغيره في الليل فقط، وغادي يعاونها ان شاء الله. وروز منار اللي كتقول لك، دكتور عماد، انها بغات تشكرك بزاف على ديك المعلقه ديال الزنجلان اللي كنتي نصحتينا ناكلو في اليوم، لانها مصدر الكالسيوم، قالت لك انها فاتها بزاف، معلقه كبيره كل نهار. شكرا، الله يخليكم ديما منورين، ونساليو على هاد الدعوه، وكنقولوا لك امين. شكرا لك ولكل اخوات المستمعات.